واضح هذا، يخشى أنه إذا قام يصلي يراه العدو أو يراه سبع فيصلي وقاعد. هنا في حاجة طبعا، هذا عريان ما عنده ملابس أو تسلط عليه عدو ألقاه في السجن عاريا، ها، فيصلي قائم تنكشف عورته، فالأولى هنا في الحالة مضطر لأن يسقط عن القيام ويصلي قاعدا. نعم، يعني هذا الآن عريان يستطيع يذهب الجماعة ويصلي قائما لكن عريان، فهل يصلي وحده يقوم وهو عاري ولا يصلي مع الجماعة ويقعد؟ وكذلك على المذهب إذا قدر أن يصلي في غير الجماعة قائما هنا وحده صلي قائما، وإذا حضر الجماعة لم يقدر على القيام فماذا يفعل؟ قال في المذهب أنه يخير، إما يذهب يصلي قاعدا مع الجماعة أو يصلي وحده عريانا قائما. وقيل يقدم القيام فيصلي في الحال وحده ولا يقوم. نعم.